إذن نستضيف ربيع المرابط مدرب نجم الساحل على هامش افتتاح دوري المونديالتو، المباراة اللي جمعتهم مع لاراس سيتي. شي يمكن تقول لنا على المردودية ديال الفريق ديالك في هذه المباراة؟ المردودية كانت بالنسبة اسمح مرحبا هذا المردودية كانت بالنسبة للاعبين مزيانة، اللاعبين ديالو لعبوا الكرة اللي ما فيه الكفاية، دري ما كانوش عندهم شي تجربة في هذا الملعب أصلا. شي نص ديال اللعابة البارح لعبوا في الوصبة واليوم لعبوا معايا، وشي نص اللعابة بعد عمرهم ما لعبوا في الملعب هذا، أول مرة يلعبوا. حنا شاهدنا ودرنا لونطريما اللي خصنا نديروها، واليوم هزمنا 4-0. نتمنى إن شاء الله المباراة المقبلة إن شاء الله نجيبوا شي نتيجة مزيانة إن شاء الله. إذا غير يعني كما قلتي أن كانت إكراهات ديال الاستعداد وديال هذا، بالإضافة إلى الملعب ربما حتى هو من ناحيه التموضع ديال اللاعبين لقيتوا صعوبات. بالنسبه للعبه ما عمر بيلعبوا في الملعب، كيلعبوا ملعب قرب. كتلعبوا عندكم ملعب قرب ولا مع برامليه؟ يعني شنو كتلعبوا انتم عندكم ملعب القرب؟ هذا ملعب في الساحل. نعم حتى الملعب القرب ما صالحش للعب اصلا اكثر من نعم. ولاحظنا كذلك الصغر ديال اللاعبين، مستوى السن ديالهم لاحظنا بان باقي المستوى يعني بالمقارنه مع الفريق الخصم. من ناحيه اللياقه ولا من ناحيه لاحظنا مثلا القامه، لاحظنا الكبار ديال السن، يعني هذا الشيء ربما واش عندك شي ملاحظات على هذا؟ هذا عامل، كانت هذا كعامل المباراه شويه، حيت الدراري كانوا باغي حيت حنا عندنا الدراري السن نيشان ما عندنا فيه شي حاجه، شي خروقات ولا شي حاجه. السن هو السن، كاين شي دراري اللي كاينه هما 2006 هذيك دخلناه مع الدراري 2004 2005 فهمت، كاين شي دراري كاين صغارين كنقولوا زعما كيلعبوا كان دخلت ما نعطيهم تجربه يلعبوا ان شاء الله مع المده هما يكبروا مع الدراري وهذه نحتاجوا من المباراه. اذا هذا هو اللي بغيت نسولك حتى المسائل نخرجوا حتى المسائل ايجابيه واستفدنا الفريق في هذه المباراه، سواء هو التمرس في هذا النوع ديال المباريات في الملاعب هذو، ويعني وخوض مباريات من هذا الحجم هذا. يعني بالنسبه لك انت شنو هي الحاجات الايجابيه اللي خرجتي من هذه المباراه؟ الايجابيه هي التجربه اللي ديناها في هذه الدراري، التجربه ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله باش ندفع العصبه كنجم الرياضي الساحلي ان شاء الله باغي ندفع العصبه ديال الشامر، وهاد الدراري ان شاء الله نكونوهم نأطروهم هذه. واخا دابا المباراه دي دوري كامل كان ان شاء الله نديروا منه تجربه ونديروا نتحكوا فهمتي، نتحكوا اللعبه يديروا تجربه ويتحكوا ويديروا واحد المنظر من الملعب وملاعب اخرى والخاص وكل شيء ان شاء الله. حيت الدراري باقي ما عندهمش شي خبره في ملاعب كبيره بحال هيدا فهمت، كيلعبوا عا في الملعب ديال القرص بحال الملعب ديال القبيه في مستحيل، ونتمنى ان شاء الله يكون شي حاجه اخرى من شي حاجه. وبالاخص يعني انا شخصيا والله ما كرهتش نصادف الحارس، كان عنده المستوى وخا تمركع غير بعض الاصابات، يعني كان عنده واحد الدور في هذه المباراه، يعني كان ممكن يسجلوا بزاف الاهداف اللي كان قد الشبكه ديالو، كان بزاف ديال التموضوع ديالو كان مزيان. ما عرفتش الحارس كان مزيان وكان بمستوى كل شيء كان مستوى عاد بالنسبه لي باللعابه اللي كانوا هنايا اللي كانوا لاعبين. انا قلت كنا خصنا شويه الخبره وصافي الخبره وصافي، هما اللعاب راه كاين عاد التموقع ديال اللعابه وهذه شويه ما كانتش هكا. نقول له اخر اللاعب بلاصه ما عندوش شي تجربه باش يعجبر بلاصه ولا خصو يجري على البالون، كاين شي لاعب خصو يجري على البالون باقي ما عرفش اش فين. ان شاء الله نأطروهم نخدموا معاهم نشاهدوا غيكون خالص ان شاء الله مع المستقبل. المهم بنت بوادر ديال خدمه الفريق، انا شخصيا مش شفت حتى الموضوع ديال الفريق في بدايه، يعني المباراه خصها بدا فيها الجانب التكتيكي، والجانب التكتيكي يعني حضور المدرب كان واضح في الشوط الاول، حيث لاحظنا الرجوع ديالكم الدفاع يعني بزاف الكرات، يعني كان التموضع ديالكم مزيان ما تسجلش عليكم، يعني حتى ربما كما قلتي تسجل عليكم الهدف عاد اللعابه بحال اللي وقع ما عندوش تجربه كما قلتي وقع واحد الارتباك. اكثر الاهداف جات كشوع بالاخطاء واللعابه، انا قلت لك اللعابه اللي لعبوا البارح في العصبه اللي كانت تاثير كبير على المباراه ديالهم، لعبوا واحد مع الفرقه واحد الفرقه اخرى لعبوا مع اللي لعبوا مع هنا البارح ولعبوا وجلس ما بغيتش نلعب هذاك هو زاد عاوتاني بغيت قلت ما بغيت زعما ندير بحال بغيت نقدم شي حاجه صدق المباراه خرجت من السيطره ولات وليت دخلت الشيء اللي كان وقع هي المباراه كانت هو هذاك المستوى اللي لنا ولا اللي لهم هذا هي اصلا كانت مستوى لعبوا الدراري الكره وكنحيي هذا المنبر هذا وكنقدره ونا اخرى ان شاء الله يكون له مستوى ان شاء الله يكون ان شاء الله على خير ان شاء الله.